Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن لله وإنا إليه راجعون، كل نفس ذائقة الموت. نتأسف على هذا التأخير لأنه كانت عندي وفاة، يعني توفت خالت الزوج تاعي. نطلعوا لها كامل، نطلبوا لها الرحمة ونقولها ربي إن شاء الله يعني يصبر ولادها وبنتها إن شاء الله. نرجعوا للبنات، اليوم عندنا يعني عندنا نبخوات على شكل بيضاوي كما راكم تشوفوا في الصورة. هذا الاخت يعني عبرت لي بالسنوات نتاعها، عبرتهم لي بهذاك هذاك الساشي تاع اللي قصاته وبعثته لي. انا رايحه البنات واش راح ندير، غندير اكبر من هذاك لانه هذاك العبر اللي عطته لي راح يجي لداخل في السنيوه. انا رايحه نزيد شويه على هذوك على هذاك القيس، نطوي الجلد نتاعي بعد ما قصيت 3 قطع. نطوي الجلد تاعي هكذا على زوج ونحكمو بلي زيبانجل، وقلت لكم ونكتب نكلكي بالقلم الرصاص على شكل بيضاوي، ونعاود نطوي البنات على 4 ونحكمو بلي زيبانجل وريحة نشرشفو منا هكذا، ونزيد يعني ندخل ونخرج المقص ونحاول نديرهم كيف كيف هكذا. حتى يعني نكمل النب تاعي كامل ساير داير. بعد اللي قطعت النبخوات تاعنا هكذا كامل على شكل بيضاوي، راح نحي زوج ونجيب واحد يعني راح ندير فيه ديسة خفيفة. شوفوا كيفاش راح نخدمها. هذه نجيب هنا على شكل، راح نحكم شكل الطول تاع الناب تاعي ونبدأ نكالكيه غير بستيلو. ها ومنا نديرو ديسة خفيفة على شكل ورقة هكذا. شوفوا كيفاه كي نقطعها راح تبان. ونقولكم مرحبا كامل، مرحبا بكم بالزوار جد اللي زاروا قناتي، نقولهم مرحبا بكم. وضغطوا ديروا ابوني وضغطوا ديروا لي جيم وضغطوا على الجرس الاحمر هذاك باش يوصلكم ديما جديد ان شاء الله. ونكملوا البنات لهنا، نزيد نكمل الناب تاعي في الجهه الثانيه لهنا. يعني والله غير للاسف ما شفتش التليفون يعني مضبب هكذا، ما ومن بعد نعين المنتصف البنات، نعين المنتصف باش هكذا، نعين المنتصف باش ندير ديسة خفيفة. نزيد نكمل منا كي رايحة نقطعها، رايحة تبان لكم ماهيش رايحة تبان لكم دركا بصح كي نقطعها تبان لكم مليح. ونجيب هذاك المقص اللي قلت لكم عليه، يعني جاي عنده الاعوجاج هذا وصغير وراح يساعدكم بزاف، اللي يعني في التقطاع راح يساعدكم بزاف. اما جلد البنات راني يعني نقولها لكم ونعاودها، الجلد راني نشري فيه قلت لكم هنا راه يلحق حتى 40,000 يعني. وكاين ثاني كاين يعني جلد غالي شويه، كاين جلد يلحق حتى 60,000 للمتر. مي هذا راهو يدير قلت لكم 40,000 في البليده، يعني انا منين ذاك نروح نشريه من البليده يلحق 37-35,000. لهنا البنات نكمل الديسه تاعي هكذا، هذيك يعني الورده راح نخليها مانيش راح نفتحها في الوسط، قلت لكم راح ندير لها عقشه صغيره. ونكمل هذيك الديسه اللي درتها في الوسط لازم نعوجو كل ما نتبعو الديسه تاعنا كيفاش راح